أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري والمنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر أن الحزب يعمل بكل طاقاته من أجل دعم المرشح حازم عمر في جميع المحافظات. كما شدد أبو هميلة على أن جميع قيادات الحزب سواء في القاهرة الكبرى أو المحافظات تعمل من أجل الحشد للعمليات الانتخابية. وكان المؤتمر الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر قد استعرض البرنامج الانتخابي بجميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.